وأيضا في البحرين، حيث شارك آلاف البحرينيين اليوم في مسيرة حاشدة جابت مدن وقرى البحرين إحياء ليوم القدس العالمي. المظاهرة أكد خلالها المشاركون على وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صهيوني إرهابي في قطاع غزة. مسيرات حاشدة شهدتها المدن والقرى البحرينية أحيت يوم القدس العالمي الذي يصادف يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك. المظاهرات البحرينية بيوم القدس خرج العديد منها بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد، وأكدت المجامع على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وردع عدواني على غزة. أنحني لظالمي في يوم القدس العالمي، أرفع عزا علمي في يوم القدس العالمي. وأدانت الجماهير المتظاهرة الصمت العربي والدولي، وأسفت لما آل إليه موقف الأمة العربية والإسلامية اللامبالي بجرائم وفظائع الاحتلال الصهيوني في غزة. الحكومات تقتات من القضية الفلسطينية، الحكومات تعيش على دماء شعوب، دماء الفلسطينيين، فهي بالأساس مستفيدة، أما الشعوب فهي متعاطفة، فهي قضية حقة بالنسبة لها، فلهذا ترى هذا التعاون وهذا التجاوب. وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية إلى جانب الأعلام البحرينية وصور ضحايا العدوان الصهيوني على غزة، ورددت شعارات التأييد للقضية الفلسطينية. من جهته أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الصادق عليه السلام بالدراز أن إحياء يوم القدس العالمي هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان صهيوني وسط صمت عربي ودولي مطبق. ويتميز يوم القدس في عامه هذا عن أعوامه السابقة بما تتعرض له غزة اليوم بشيوخها وأطفالها ورجالها ونسائها وبنيتها التحتية ورطبها ويابسها من حملات صهيونية تصفوية استئصالية لا تستثني إنساناً ولا ثروة ولا مقدساً ولا حرمة من استهدافها بالتدمير والاجتثاث. كما أعلنت بعض القوى البحرينية أن فعاليات إحياء يوم القدس العالمي ستستمر إلى يوم غد، حيث أعلن عن مسيرة مركزية حاشدة على شارع البديع السريع غرب العاصمة عصر يوم غد السبت.